فقط بالنسبة للجهاز المعلوماتي الآن، هو يعني الحق راك تكلمي ما فيش داتا سنتر حكومي، ولكن نتعامل مع الإدارة تاع البريد، هي اللي وصلت مع الجزائر تيليكوم، هي اللي عندها الآن، وكل المعطيات هذه راهي الآن عند في الجهاز تاع الجزائر، حتى ننتظر باش يكون عندنا الجهاز تاع معلوماتي كامل على حسب الحكومة. يعني لازم يكون جهاز فيه تدقيق أكثر، وهذا راهو معمول فيه حاليا. المشكل هو أنه في بعض الأحيان عندنا مكلفين بالضريبة ما غير قادرين، ما يحبوش يصرحوا عن بعد، عندهم يعني بعض مشاكل. حتى كنا في السنوات هذه الأخيرة، السنتين الأخيرتين، التزمنا حتى الشركات الكبرى بالالتزام قانوني باش يصرحوا ويدفعوا من بعد. يعني الآن فيه عملية تاع تسهيل مع المكلفين بالضريبة، يعني نحثوهم على القيام بهذه العمليات هذه، ولكن يكون إن شاء الله في السنوات يعني القريبة جدا أن يكون فيه التزام بالتسريح عن بعد.